عسلامة، أنا مروان بالحاج مبروك من تونس، جيت الجزائر سبيسيالمون الولاية بسكرة باش نعمل فورماسيون تاع ريبروغراماسيون دي كالكولاتور موتور وكلي. الفورماسيون هذايا رينا فيها برشا حاجات، منهم لي ديزاكتيفاسيون بور لا فيلتر بارتيكول واللو جي ار ولا دبلو ولي مزادة، وعملنا فورماسيون زادة تصمم عمقة في الوينولز فهمتني، وعملنا الفلاش تاع البي اس سي والبي سي ام واللو سي هاش وبرشا حاجات اخرين ان شاء الله كي تجيو لهنا تشوفوهم يعني في فورما ديازيل. حاجه اخرى زادة الاطار هنا نتاع ليكول ياسر طياره على الاخر، الفورماتور عمل معنا مجهود كبير برشا برشا، ولي اسيستون زاد كيف هنا، والزملاء اللي معنا كيف ولينا عائله واحده من نهار الاول بريسك، ولينا نخرج مع بعضنا، ولينا نحكي، ولينا ندخلوا في برشا حاجات، معناتها نحكي على الفورماسيون بالكدي، نعاونوا في بعضنا من ا جوسكا زد، ما فماش حتى مشكله. سينو انا جيت لهنا حبيت ان نطور في الفكره نتاعي، خاطر انا كانت عندي فكره صغيره نتبع في كيما نقولوا سبور اوتوموبيل في تونس. ديجا تابع ان كلوب اللي هو نادي رياضي لشرطه المرور، وحبيت نزيد نعمل ابجريد للمعلومات نتاعي ونعاون اصحابي ونعاون روحي وحاجات كيف هكا. السلام عليكم.